ايش رايك؟ ايش رايي؟ رايي هم بيعاقبوا يعني اللائحه بتعاقب مو المتسبب، بتعاقب النادي، بتعاقب اغلبيه الجماهير اذا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه خرجوا عن النص، فما هو عاقبهم ولا عاقب. عشان كده ما حتوقف في الرمي بسبب انه ما هو معاقب، هو خلي يتعاقب البقيه، خلي يتعاقب النادي، انا ما حتعاقب، انا ندي غضبي وارمي قاروره جات في الارض، جات في اللاعب، جات في الاداري، ما تفرق معايا، انا زعلان. يعني هو زعلان، له حق انه يزعل لانه ما له معاقبه. لو في عقاب يبطل يزعل، يبطل يرمي، لو في عقاب له، لكن العقاب مو له، ارمي. ان يعني ما رمى اليوم هذا بكره حيرمي الثاني هذا. فحتى الموضوع لا يعالج الا بتغيير هذا النظام في اللائحه. تعاقب المتسبب، اذا كده خلوها على الاقل اذا صابت احد عاقب، اذا ما صابت احد راحت في الارض خلاص. لا تعاقب احد. ان شاء الله انت ما صدت